لو الحكاية فيها إن فيديو تكون موقع بين جامعة حلوان، البنك الأهلي المصري، جهاز صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، وبيرقصه معالي الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان، شخصية محترمة جدا وعنده فكر كويس قوي عن العشوائيات، ومحافظة القاهرة، جامعة حلوان، البنك الأهلي، وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة. كل واحد وعندنا منطقتين عشوائيتين هنشتغل عليهم إن شاء الله، يعني مش عايز أفصح عليه لغاية ما يجي معاد البروتوكول إن شاء الله، يعني عشان يبقى خبر. ما هو أنت خدت كل خبر النهاردة، ده حاجه حلوه. هتيجي سمر بعد كده ولا متى؟ قلت يا سمر خبر اتحرق خلاص. لا ما فوقت يا سمر زعي. صح ولا مش صح؟ يبقى كده مش هتلاقي شغل معانا، دي بقى خلاص مش هتلاقي شغل معانا خلاص. لما انت تاخد مني شغل محلات ما تلاقي مثلا قلت لك ثلاث اربع احداث جايين، ف مش حضرتك يعني ايه على طول في جولات في رسائل نعرفهم وحضرتك عارفهم، ما تطلعش من مكتبك وفضلك ايه. لا انا ما قلتش حضرتك حاجه لو سمحت. لو سمحت يعني كل التقدير طبعا والمعزه لجميع الاساتذه الافاضل ولا الافاضل رؤساء الجامعات المصريه. حضرتك عايز تبعدنا عن المجلس مع ان كان ليك موقف بطولي، لكن طالما حضرتك مش عايز نتكلم عن اللي حصل فخلاص. انت تقريبا جامعه حلوان اكلمك لغايه الصبح نتسحر مع بعض. انا عايز اتكلم عن القانون وراي جامعه حلوان في ايه. انا عدي ده وضع شغلي. ولا هقول لك حاجه، لما نقعد مع الزملاء ونفتح القانون للمناقشه نبتدي نتكلم ساعتها. هيجي لكم الافكار امتى يا فندم؟ هل عند حضرتك معلومه بكده؟ ده اللي ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب يا فندم لو اتكلمنا ان احنا الفتره الاخيره كان بعض كان في يعني اتجاه من الدوله اللي بتحاول تحتوي الشباب عامه حمايتهم من بعض موجات التطرف والافكار المتشدده المنتشره في الاقليم عامه مش في مصر بس يعني. فشوفنا مثلا جامعه القاهره بتحاول ان هي تقضي على مثلا ظاهره زوايا الصلاه اللي في كل مكان ممكن ينتشر منها بعض الافكار وما الى ذلك، تحاول تجمع كل الطلاب في مساجد كبرى وتقدر تسيطر عليها فكريا وما الى ذلك. فما شفناش الاتجاه ده في بعض في اغلب الجامعات الثانيه، يعني مثلا ما سمعتش مثلا في جامعه حلوان عن اتجاه مثلا محاوله مثلا موجه الافكار المتطرفه او محاوله انتشارها بين الطلاب. احنا بنواجهها بالندوات، الندوات الدينيه بنواجهها باللقاءات الثقافيه. يعني مثلا عندنا معرض كتاب انت عارف يا سمر عملناه، يمكن انا بقى اعلم من خلالكم بقى، يعني خدوا بقى السبق ده ان شاء الله هيبقى فيه يعني سواء انا او غيري، بس على الاقل هنحطها على البلان. مش هتعرف تاخد معايا حق ورا بطل يا احمد. ان شاء الله عملت بلان للترم الجديد، الترم الجاي ان شاء الله موسم ثقافي، وهيكون اول المتحدثين فيه الدكتور احمد درويش الوزير السابق ورئيس ورئيس هيئه الاقتصاديه لقناه السويس. تعال في الترم الثاني. نعم ان شاء الله. يعني وكان في لقاء بيني وبين يوم الاثنين وانا ما اعرفش شخصيه بيه، قلت له معايا الوزير دكتور احمد شرفنا حضرتك تكون. قال لي يعني امتى يا ماجد؟ في نص الثاني من فبراير. قلت له نص الثاني من فبراير. قال لي خلاص اوكي. ده سؤالنا الاخير عشان ناخد بريك مع حضرتك. مش بريك، انا اوريدي حبيب مشوار. طيب. يا سمر قالت لي ساعه. لسه ما كملناش. انت قلت لنا دلوقتي حتى ما اطلع الفجر يا دكتور. والناس اللي مستنيين يوم اجازتي دول. كما حلوان كان المفروض لها دور في دعم قناه السويس الجديده، كان في مشروع حضرتك. والله دكتور ياسر كان عامل شغل حلو قوي. وكان في الجداريات اللي كانت المفروض وبالتالي كان قطعوا شوط، بس انا ما كنتش اوير بيه قوي. لكن هي دكتور ياسر وكان فنون جميله كان عملوا شغل كويس قوي في الحته دي. لكن احنا بنرحب باي ابروتش او اي يعني طلب من الهيئه ان احنا نروح هناك. الخطه ايه تاني يا دكتور احمد؟ يعني الموسم الثقافي يبقى شامل ايه تاني؟ بنفكر ان شاء الله كمان في ندوه دينيه دكتور اسامه الازهري. شكرا. ما تحرقونيش بقيت الكلام بقى. ما تحرقونيش اللي جاي. لا بالعكس، بنعمل دعايه لكل حضراتكم، احنا بنعمل دعايه للموسم الثقافي ده، حاجه كويسه ان شاء الله. بس يعني كل الجامعات عندها ده مبكرا، فجامعه حلوان فعلا محتاجين تاخد حقها. الجامعه عندها هي ونجري والله، والله احنا بنجري والله. يعني هي شايفه حتى سمر ان انا شفت ساعات ما بقعدش. يعني ولا سمر معلش سمر انا عرضتي معاه في حاجه واحده اللي خليه يحكي لها موضوع حق الشهيد او يوم الشهيد ده، ان انا بتخانق معاه على اعداد القاده اللي في الوقت ده. صرح يعني ضاع. ما اعرفش حضرتك ليك رؤيه في تطويره، بس هو اعتقد هيشكل لنا خلوه ناجحين لتطويره. ده تبع الوزاره. انا فاهم يعني. فبالتالي الجامعه برضه حقها انها تمارس. لا 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 احنا بنتكلم في كده. هقول لحضرتك حاجه عشان بس ايه؟ انا هقول لحضرتك حاجه
ليا بس حاجة هقولها لك لازم هقولها لك. أنا أكن كل الحب والتقدير والعرفان لجميع الزملاء.